التعرف على اوضاع الحجاج ما هي المشاكل التي كانت تواجه الحجاج المصريين في مرحلة سياسية معينة من قبل؟ طبعا قبل الثورة كانت عدم اهتمام بحقوق المصريين، كان مثلا ممكن الحاج مجدي ممكن يغيب فترة في الميناء ودون استجابة لمطالبه، أو ممكن يغيب فترة مرتكن سواء في العودة أو في الذهاب أو الإياب. دلوقتي بدأ في استجابة كويسة وفي أجهزة الدولة المعنية مختلفة، أجهزة المعدية كان فيها طبعا دلوقتي بعد الثورة، تم إقامة مجموعة عمل في مصر خاصة من وزير السياحة، وزير الداخلية، مجموعة وزير الأوقاف، مجموعة يعني عمل. هناك اهتمام حكومي رسمي. حكومي رسمي، وإن كان طبعا الكلام ده طبعا مش هتبقى يوم من يوم، في بعض الأخطاء طبعا لكنها أقل مما سبق. شكرا لك، مرحبا بك حاج. ما هي كيف جئت؟ هل كان سهلا عليك أن تأتي إلى الحج؟ والله أسهل حاجة بالنسبة للحكومة المصرية وبالحكومة السعودية، لأن إحنا دلوقتي إخوات وحبايب، وبالنسبة للحكومة السعودية والناس اللي هم بيعملونا هنا معاملة كويسة جدا، معاملة نظيفة جدا، وصراحة ما شفتش أنظف من كده بالنسبة للمعاملة وبالنسبة للطريق. طبعا لا شك المعاملة. أرجوك حاج نبقى عن الحجاج المصريين، كيف كان التسجيل، كانت قرعة، المبلغ المالي، تكاليف الحج، ماذا يواجه المصريون في معلش الحج؟ الأول كان في استغلال جامد جدا بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، أما من أول ما مسك الرئيس محمد مرسي احنا دلوقتي كويسين جدا، وبالنسبة للمبلغ اللي احنا بندفعه أقل كتير من الأول، فالحمد لله رب العالمين. الراجل ده الله يبارك فيه محمد مرسي، احنا بنفديه برقبتنا كلنا وبنقول ان الراجل دوت راجل فوق النمرة واحد. طبعا مصر تغيرت ومع ذلك نحاول ان نبحث الصورة القديمة لحاجة. دول الربيع العربي ما قبل الربيع العربي كانت تواجه مشاكل سياسية، وهذه المشاكل انعكست بطبيعة الحال حتى كثير من القضايا لعل أهمها الحج. حج، كيف كان الحجاج المصريون ما قبل الثورة المصرية وما قبل الربيع؟ ما هي المشاكل؟ هل كان سهلا أن يأتي الحاج بسهولة من حيث التكلفة، من حيث الإقامة، من حيث المصاريف؟ لا طبعا كل شيء كان بيبقى صعب، وكانت القرعه بتتعمل كده شكلي، انما دلوقتي القرعه في وزاره الداخليه بتتعمل فعليا عن طريق الكمبيوتر، الناس ما فيش واسطه، ما فيش كوسه، ما فيش الكلام ده، واللي بيطلع فعلا بيطلع عن طريق الكمبيوتر، والاسعار يعتبر ثبتت، المفروض الحاجه بتزيد، الاسعار بتزيد والدنيا بتغلى، انما اللي حصل ان الاسعار زي ما هي ثابته، ده دليل ان ما يعتبر رخصت طالما الحاجه بتغلى والحج ثابت، يبقى اذا الحج رخيص السنه. يمكن ان اقول الان الحج في مصر بعد الثورة المصرية نتيجة الحكومة المصرية صارت هنا الأمور ميسرة. هي مصر كلها اتغيرت بعد الثورة كلها، مش موضوع الحج بس، يعني حج نحن يعنينا يا حاج في هذه الفترة. طبعا اختلفت، معانا الضباط قاعدين في الفندق ليل ونهار موجودين على طول، أي مشكلة بنقابلها بيحلوها، الدكاترة موجودين معانا على طول، في رعاية، في أي حاجة بتتصل بتلاقيهم معاك موجودين، يعني في تعاون بصراحة شديد جدا وتعاون كويس. شكرا جزيلا لك حاج. طبعا ما زلنا مع ارجوك ما زلنا مع الحجاج المصريين في هذه الدوره، نحاول ان نتعرف على قضايا وعلى وضعيات ويوميات الحجاج المصريين. يعني مما سمعنا ان هناك لا توجد مشاكل الان بالنسبه للحجاج، صارت الامور ميسره تماما تماما تماما، يعني بالسنين اللي فاتت واللي كنا بنسمعها من السنين اللي فاتت تختلف تماما النهارده طبعا على السنين اللي فاتت، يعني كل شيء بقى كان موصل كتير حتى الاماكن اللي احنا بنحكي فيها تختلف تماما بصراحه. يعني طبعا يعني ما رايك في تكلفه الحج هذا العام؟ لا العام هذا كان المفروض في القرعه ماشي المفروض بيزيد نسبه مئويه اكتر من الاولانيه، بنسبه مثلا المفروض 17 او 18000 جنيه، النهارده بيطلع 13000 جنيه، يعني في نسبه اقل من نسبه اقل من السنين اللي فاتت بشكل اللي احنا بنطلع 13000 جنيه او 14000 جنيه، خلافا ما كنا بنعدل 21 22000، اختلاف كبير كله يا جزئي. اختلاف كثير يطرح ايضا سؤال المؤسسات القائمه على الحج من حيث الطيران، من حيث الاقامه، من حيث التكفل بالحج بطريقه، المؤسسات الناقله هل توجد مشاكل في الحج، في الطيران، في الوصول الى مكه المكرمه؟ هو عامه في نقطه لازم نضيفها اساسيه، العامل الاساسي مش الماديات بس فقط، في النظام السابق حتى كان موجود فيه النوعيه اللي فيه الاولويه للناس اللي هم
معارف، لان كان اكتر حاجه في النظام السابق لو انا مثلا كنت مسؤول بقدر ان انا اطلع مثلا واحد قريبي صاحبي جاري اي في يعني نسبه قرابه، فكان دي اكتر حاجه مش الموضوع الماديات بس، كان السبب الرئيسي في موضوع العرقله قدام الحاجه. يعني دي برضو كانت في اولويات كثيره جدا موجوده. طبعا هذه اولويات عبروا عنها الاخوان بالبيروقراطيه. اسالك عن المؤسسات الناقله، يعني من يتكلف بالحجاج؟ الشركات الخاصه هل توفر للحاج كل طرق المسهله له للحجاج؟ كل الحجاج متوفر لهم كل الامكانيات. الاول كان عندنا الامكانيات يعني ما الواحد ضعيفه، طبعا الوقت كل الامكانيات متكامله بالنسبه للحجاج، قرعه او سياحه او عماله كله متوفر. الاول العماله كانوا بتبهدلوا، يعني بيطلعوا للعماله اللي هي الجزاره تبع البنك الاهلي، طبعا دي كانت بهدله. طبعا في الحال دلوقتي الامور اتغيرت، المعاملات اتغيرت. عندك انت لما تعامل في السفاره هنا عاد في اسلوب غير الاسلوب. طبعا الاول كان في يعني بالنسبه للتاشيرات وتذاكر السفر، هل الامور ميسره بالكيف؟ متيسره للجميع متيسره. نعم في كل الامور متيسره للجميع، للحج للعمره للسياحه كله متوفر. نعم طبعا مشاهدينا الكرام، كما استمعتم الى بعض الحجاج المصريين الذين تحدثوا عن تلك الفتره الصعبه من حياه المصريين، ليس في الجانب الاجتماعي والاقتصادي ولكن حتى في مساله الحج. الآن وقد وصل الحجاج المصريون إلى هذه البقاع المقدسة في هذا الحج، ونقول لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا. كيف هو حال الحجيج المصريين هنا في مكة المكرمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الفتاح عبد الهادي من المصري. بصراحة احنا حسينا بتغيير كبير جدا جدا عن السنوات الماضية، لأن أنا كنت هنا يمكن في سنة 2006 ولاحظت الفرق من السنوات الاولانيه من الوقت الحالي. طبعا فرق كبير جدا جدا، ان احنا بصراحه دلوقتي مستريحين. الفرق كما قلت والراحه نتحدث عن اهم شيء وهو اقامه الحج. هل كيف يقيم الحجاج المصريين؟ هل كلهم يقيمون في اماكن توفر لهم الراحه؟ لاحظنا بعض الحجاج يبيتون في الشارع. بصراحة أنا ما شفتش حجاج مصريين. أتحدث بشكل عام، هل الإقامات متوفرة للحجاج المصريين بشكل عام؟ أيوة بالنسبة للحجاج المصريين متوفرة الإقامات بتاعتهم موجودة، ولكن في ناس بتجي مش مصرية أو مصرية بتبقى شغالة مثلا في أماكن بعيدة عن مكة، بتجي ما بقاش عندها سكن فهي اللي بتنام في الشارع. إنما بالنسبة للناس اللي بتجي من مصر فعلا بتجي على سكن بتاعها وبتجي مستريحة. وكمان في نقطة عايز أقول فيها بالنسبة لمصر للطيران أو شركات النقل، فعلا شركات النقل الأول كنا بنتعب جدا جدا في موضوع النقل والتحركات. دلوقتي الحمد لله الطيارات بتطلع في مواعيدها، في تيسير كبير جدا في نعم موضوع التيسير في الطيران في شركات النقل في كثير من حاج. انت مرحبا بك، كيف تجد؟ هل تعبت في الوصول الى مكه؟ النقل، الاقامه، التذاكر، التكاليف؟ لا الحمد لله، والله ما تعبناش، والحاله ميسره احسن من الاول، وفي تحسن، وفي ان شاء الله في تقدم كبير جدا. نعم الحالة ميسرة وفي تساهيل كبيرة جدا على الآخر. شكرا جزيلا. طبعا نلتفت الآن إلى الشباب، دائما في الحاج العربي عادة كان كبير السن، أن يبدو أن هناك شباب. ماذا عن الشباب الحجاج في؟ الحمد لله القرعة السنة دي واخدة كمية شباب كثيرة جدا غير كل سنة. يعني السنة دي الحمد لله القرعة فعلا تمت بشكل محايد جدا. يعني السنين اللي فاتت كان بياخدوا كبار سن كتير، السنة دي لا واخدين شباب ياما. يعني هل هناك شروط معينه ام فقط هي القرعه بالنسبه لصغار السن للشباب؟ لا، هو السن بيبدا من 25 سنه، ده كحد ادنى يعني، واخد بال حضرتك. قبل كده كان بيبقى الاولويه لكبار السن، لا السنه دي واخدين نسبه كبيره جدا من الشباب. يعني كيف يقضي الحاج المصري يومياته هنا بين الفندق بين الصلاه؟ الامور ميسره، الاقامه كيف تجد؟ الحمد لله الفنادق كلها قريبه من الحرم. احنا طبعا بنيجي هنا وبنقضي معظم يومنا في الحرم، بنقضي طبعا صلواتنا الخمسه في الحرم. اللهم انصر اسلامنا في سوريا. اللهم انصر اسلامنا في سوريا. بنقضي صلواتنا في الحرم الحمد لله، والحمد لله الامور كلها ميسره. طبعا
الامور امور ميسره. لا لو سمحت نتحدث نعتذر للحجاج اليمنيين والمغاربه والجزائريين، ستاتي هناك نوافذ. نعم. كان في عقبه اللي احنا بنروحها عن طريق الاردن، وكنا بنتبهدل اخر بهدله بالنسبه للاردن. والله كنا بنتشب شلوت عن طريق الاردن. كان كل واحد فينا يروح اي مكان بالنسبه للاردن ينزل الاردن كانوا بيبهدلون اخر بهدله. اما نيجي عند الحكومه السعوديه، اقسم بالله بكلمك سيد، احسن ناس واشرف ناس وادعى ناس هي الحكومه السعوديه. شكرا. طبعا هذه انطباعات وهذه لو سمحت نعتذر للحجاج. كما قلت هذه النافذه خاصه فقط للحجاج المصريين، وسنتحدث مع كل الحجاج العرب والمسلمين. نعم. مرحبا بك. يعني انت كحاج شاب، هل واجهتك صعوب في الوصول الى الحج؟ لا والله، انا هنا يمكن عامل بس شايف الحمد لله يعني الافواج المصريه بيستقبلوهم استقبال كويس والله، ويعني اخر استقبال بصراحه المصريين، وفي نظام في الفنادق ومسرين لهم الامور بالسيارات او بالنقل في المواصلات سواء ميناء او عرفات او من الحرم او في عن طريق الخيام اللي هتقابلهم مثلا في ميناء او في عرفات. الحمد لله المصريين مستقبلين استقبال رائع في السعوديه والحمد لله رب العالمين. هكذا مشاهدينا الكرام تبدو الصوره من خلال الكثير من الحجاج، تبدو واضحه. الحجاج المصريين يقدمون هذه الصوره كيف كان الحجاج المصريون يعانون الكثير من المشاكل من حيث النقل، من حيث البيروقراطيه، من حيث الوصول الى البقاع المقدسه. تغير الوضع، مصر تغيرت ووضع الحجاج المصريين تغير.